لانه راني مريضه بزاف البنات. كنت وعدتكم قلت لكم غادي نحط لكم فيديو، ولكن البنات تقوني اليوم اللي حط لكم فيه الفيديو مرضت مرضى غير ربي اللي يعلم بيا. وصلت درت العمليه جراحيه، الحمد لله اليوم راني بصحه جيده. اليوم عندي ثاني يوم من اللي درت العمليه، انا عاده في المستشفى كما كنتو تشوفوا، يعني انا صورت لكم المستشفى، راني عاده ما خرجتش لبيتي. ان شاء الله البنات تكونوا كامل بخير، وتسمحوا لي اللي ما حطيت لكمش الفيديو تاع الفلوج اللي قلت لكم عليه، بس نوعد لكم البنات باش نحضر لكم الفيديو اللي كنت وعدتكم به، ونخلف لكم كامل. انا الفيديو البنات انا محضراته ومجداته، ولكن لغالب البنات مرضت مرضى جاتني صدفه. صدقوني البنات راني حاسه روحي يعني في منام، والله ماني مامنه بلي صح، راني مريضه مرضت مرضى شينا بالبزاف. ادعوا لي البنات دعوتكم يعاونوني بزاف، ادعوا لي. استغفر الله يا ربي. ان شاء الله البنات تكونوا بخير وعلى خير، وانتوا تشاهدوا هذا الفيديو. ما نطولش عليكم البنات باسكو راني شويه تعبانه، تهلا في روحكم. ان شاء الله البنات نوعدكم باش نحط لكم الفيديو الجاي. انا بالك غدوه ان شاء الله الا كتب ربي يخرجوني من المستشفى، ان شاء الله يا ربي الا خرجت نحط لكم هذاك الفيديو اللي قلت لكم عليه. ومن على يامات بعد ما نريح نعاود نولو كالعادة ونحطو لي فيديو مع بعض. ان شاء الله يا ربي. تهلا في روحكم حبيباتي، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.